اليوم نبدأ جولتنا الصحفية من جريدة الأهرام. تفاصيل أول اجتماع للرئيس بالحكومة الجديدة، السيسي للوزراء لا مكان للأيدي المرتعشة وعليكم إعادة هيبة الدولة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول اجتماع له بالحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب صباح أمس الثلاثاء. خلال الاجتماع أكد السيسي أهمية عودة هيبة الدولة المصرية والأمن والأمان للشارع المصري، مؤكدا أن مصر تبدأ بمرحلة جديدة لبناء دولة قوية وحديثة. شدد السيسي على ضرورة مكافحة الفساد في كل مواقع من مواقع الدولة وترشيد النفقات، ووجه السيسي حديثه للوزراء في الحكومة الجديدة قائلا: اللي يخاف ما يحكمش، واللي يحكم ما يخافش ولا مجال أو مكان للأيدي المرتعشة.